وأهلية التكليف تنقسم إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء. ويشترط لتحقق أهلية التكليف شرطين اثنين، وهما صحة البدن وقوة العقل. ونصب لهم الشارع علامات للتعرف على حصولهما، فصحة البدن تعرف بقوته وتحمله التكاليف الشرعية، وقوة العقل شيء خفي تعرف بالبلوغ، والبلوغ شيء خفي يعرف بعلاماته التي نصبت شرعا للدلالة عليه، وهي معروفة مشهورة في كتب الفقه كنبات الشعر في الأماكن المخصوصة وخروج الماء الدافق والحيض وتكعب الثريين بالنسبة للمرأة. وبناء على ما سبق، فإن الأهلية حسب حالة الشخص المخاطب ثلاثة أنواع: كامل الأهلية وناقص الأهلية وفاقد الأهلية. يلزم أي اللزوم الشرعي أي يجب. نعم، التكليف يعرف بشيئين، يكون الإنسان مكلفا إذا كان بدنه يطيق التكاليف الشرعية، قوة البدن وماذا؟ قوة العقل. قوة البدن تعرف بصحته وبتحمل هذا البدن للتكاليف الشرعية. زين، هنالك بعض التكاليف الشرعية تعتمد على قوة البدن، فإن كان الإنسان يستطيع أدى هذه التكاليف، إذا كان بدنه لا يستطيع سقط عنه التكليف في هذا. إلا الصلاة، طبعا الصلاة إنما تناط بالعقل، تناط بالعقل، فالصلاة على من عقل والصيام على من أطاق. الصلاة على من عقل والصيام على من أطاق، فبما أن العقل موجود يصلي الإنسان ولو كان جسده نائما طريحا لا يستطيع أن يقيم جسده، ففي هذه الحالة يصلي. واضح؟ بما أن العقل، الصلاة على من عقل، وليس للإنسان إلا ما عقل من الصلاة، هكذا الجمع نقل. والصيام على من أطاق، الصيام يعتمد على البدن، يطيق بدنه يصوم، لا يطيق لا يصوم. طيب، إذن قوة البدن. أما قوة العقل، كيف نستدل على قوة العقل؟ لو أن إنسانا، لو أن صبيا مميزا حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى، أو صبيا مميزا متفوقا في دراسته، نبيها ذكيا، سرق، هل يقام عليه الحد؟ هل يقام عليه الحد؟ مميز، مميز، هذا صبي مميز ذكي، يصلي بالناس جماعة، حافظ كثيرا من كتاب الله، سرق، ما يقام عليه الحد؟ يقال ترى لا صبي، ما بالغ، هذا ما في عقل، ولا يقول ناقص عقله، صح؟ لا يقام عليه، ما دام انه لم يصل الى سن البلوغ فيحكم على عقله بعدم الكمال، بعدم القوه. ولو كان نبيها، ولو كان هذا الانسان، ولو كان هذا الصبي يحفظ اكثر من ذاك، يحفظ ذاك العاقل، هذاك البالغ، الا ان هذا لا يحاسب لانه لم يصل الى سن. اما ذاك الشخص البالغ الفاتحة يا الله يا الله يقرأها، انزين، سرق، يقام عليه الحد؟ نعم يقام عليه الحد. لماذا؟ إذن هنا هذاك يقال له قوة العقل، البالغ يقول له قوة العقل. إذن قوة العقل نصب لها الشارع دليلا، ما هو؟ البلوغ. طيب، البلوغ يقال هذا الرجل بالغ أو هذا الإنسان بالغ. البلوغ شيء خفي، حالة فسيولوجية، تغير هرمونات، بس حالة فسيولوجية. البلوغ
نصب الشارع له علامات ظاهرية، نحن لنا بس لنا نرى للعلامات الظاهرية، فنحكم على هذا الإنسان بالبلوغ، لأن البلوغ لا يرى. البلوغ هذه حالة سيكولوجية فسيولوجية في الإنسان، تغير هرمونات، تغيرات في الهرمونات في الإنسان تؤثر، هذه الآثار هي التي تجعلنا نحكم على هذا الإنسان بالبلوغ. ولهذا نحن قلنا بأن أحيانا الإنسان يكون بالغا لكن لا يكون راشدا، يكون بالغا لا يكون راشدا، لأن الرشد هو ماذا؟ هو كمال، هو اكتمال معاني الإنسان، اكتمال معاني الإنسان، المعاني التي هي يعني معنى ذلك. الرشد هو أن هو النضج الذي يستطيع أو الذي يدل أو أن الإنسان ينتج مثله، فعندما يكون الإنسان قادرا على أن ينتج مثله فيكون راشدا. الرشد ماذا؟ البدني، لا أتكلم عن الرشد العقلي. الله تعالى آتى إبراهيم رشده أي يجعله يميز بين ما فيه، يختار ما فيه صلاحه، ما فيه صلاحه. أما الرشد البدني هو رشد الأعضاء، نمو الأعضاء، أي تصل هذه الأعضاء إلى النضج. ولهذا ذكرنا نحن أن الإنسان لو أتى بثمرة مانجو غضة وزرعها أتنبته؟ لا تنبت. لماذا؟ لأنها لم تنضج، لم تصل إلى الرشد. تأتي إلى البطيخة هذه الجحة وهي ما زالت كذا، الحب ما زال أبيض، ما زال أبيض، ففي هذه الحالة هل يزرع هذاك الحب الأبيض؟ هل ينبت؟ لا ينبت. لماذا؟ لأنه لم يبلغ رشده. فلهذا إذن هذه البلوغ كذلك نصب له الشارع علامات تدلنا على عليه، وبالتالي إذا رأينا هذه العلامات المعروفة الدالة على البلوغ حكمنا ببلوغ هذا الإنسان، وإذا حكمنا ببلوغه حكمنا بقوة عقله. بقي الشرط الثاني قوة البدن، إذا حكمنا عليه بالتكليف تنسحب عليه الأحكام الشرعية. التكليف، الناس من حيث التكليف ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: كامل أهلية، كامل أهلية التكليف، ناقص أهلية التكليف، يقوم ببعض الأعمال ولا يقوم ببعض الأعمال، وفاقد أهلية التكليف. كامل، ناقص، فاقد، هنا مثل ماذا؟ كامل الأهلية، الرجل البالغ، هذا كامل أهليته، واضح؟ ناقص الأهلية، الصبي المميز، يجوز منه شيء ما تجوز منه الصلاة. هل الصبي المميز يلي عندنا؟ يلي، هل يلي تزويج المرأة عندنا؟ عندنا يلي، عندنا يقول الإمام القطب في شرح النيل: الصبي المميز عندنا يلي، ومعنى ذلك أنه يزوج المرأة، يأمر بعقد القران، يكون هو ولي المرأة ولو كان ابنها. الغميصة بنت ملحان خطبها بعد وفاة زوجها، خطبها الناس، خطبها كبار الصحابة، كانت ترفض، حتى خطبها أبو طلحة الأنصاري، قالت له: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ما مثلك يرد، ولكني امرأة مسلمة وأنت رجل كافر، يا أبا طلحة
إن تسلم ذاك مهري لا أسألك غيره. فقال انظريني أمهليني. طيب الغميصة بنت ملحان أم من؟ أم سليم. من ولدها؟ أبوها زوجها كانت تحت مالك. عرفته تعالى. أنس بن مالك كان ولدها أنس بن مالك. لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت الغميصة بنت ملحان فقالت يا رسول الله يعني يأتيك الناس بما بكل طيب وأنا أتيتك بأنيس هذا ولدي فاجعله في خدمتك. فقدم يقول أنيس فقدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ببركة في العمر ورجاحة في العقل فعاش أكثر من 120 سنة. مات بعد الإمام جابر في نفس الأسبوع لكن بعده. طيب فجاءها أبو طلحة وقد أعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا قبل ذلك تقول يا أبا طلحة ما مثلك يرد ولكني امرأة مسلمة وأنت رجل كافر. تقول يا أبا طلحة أما تستحي أن تعبد عبد أما تستحي أن تعبد خشبة نجرها عبد حبشي. يا أبا طلحة إن تسلم ذاك مهري لا أسألك غيره. فلما جاءها وبعد ذلك قالت ماذا يا أنيس قم وزوج أبا طلحة أمك قم وزوج أبا طلحة أمك. وكان أنس بن مالك في العاشرة من عمره فقد. فالصبي عندنا يلي كما يلي الإمامة يلي التزويج كذلك إن كان مميزا. هذا المجنون فاقد المجنون والصبي غير المميز فاقد الأهلية. ولهذا هذه المسألة بنى عليها بعض العلماء مسائل في البيوع. لو أن صبيا مميزا ذهب وباع واشترى لو أن صبيا غير مميز ذهب واشترى فهل يشتري منه؟ هل يعقد البيع؟ هل يبيعه أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم لأنه هو لما يروح يشتري يعقد البيع. لهذا ذهب بعض العلماء إلى القول بالمنع بمنع بعدم جواز هذا البيع لأنه صدر من صبي غير مميز. قال أنا باغي أشتري بطاطس هذا هل يصح له أن يشتري أن يبيعه أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم هل يعقد هذا البيع يعطيه ويأخذ منه المبلغ أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم. إنزين فبعض العلماء يقول بعدم الجواز. طبعا القول صحيح بأنه ماذا بالجواز وذلك لأن هنا تحقق ماذا تحقق الغاية من عقد البيع القبول والقبول والرضا. إنزين وكذلك البائع والمشتري والسلع المباعة والثمن. إنزين الأمر الآخر قاسوه على كذلك ماذا أهلية البيع. قالوا أن هنا أحيانا تكون هذا المشتري شخصية اعتبارية ما حقيقية شخصية اعتبارية. يذهب الإنسان إلى المراكز الكبيرة هذه ويجد آلة موجود فيها مشروبات عصائر ومياه وما شابه ذلك فيدخل لها ماذا 100 بيسة ويضغط على بعض الأزرار وتخرج له ماذا تم البيع حل شربه. هو يصح له أن يشرب ذلك